بالعافية. يعني يعتبر سوق الرمادي من اقدم الاسواق بمحافظه الانبار، وعالم الزوره يعني من الاقضيه والنواح والمحافظات، يعني حتى من الشمال، يعني من وراء النزوح عم تجينا هنا للرمادي. هسه تلاحظ بالشوارع اكو بعين من الشمال، ويعتبر من السوق الاقدم، سوق الرمادي، باطباء، بمحال تجاريه، شتري موجود، اخشاب، يعني ملابس، احذيه، كل شيء تشتري به السوق موجود. فالوحيد السوق اللي يعني بقى، يعني شو ما نقول، بالنزوح صامد هو شارع اطباء، ويعتبر من الاسواق المميزه بمدينه الرمادي. الأدوية صناعته كلش بسيطة، يعني سكر وماء ولا كمية قليلة من لامندوزي والنخبطة، يعني سوية يطلع وأي له ألوان، يعني بها ألوان هاي المهنة، خابط عصير تخبطه وياه فشي يطلع. تفضل شباب، بالعافية.
سوق الرمادي والله تجي من كل محافظات، كل محافظات الرمادي يجي، شان غربي وشان شرقي، كل محافظات تجي هنا تاخذ عند السمك، غير السمك موجود كل شيء. احنا هاي الشغله صار لنا بيها اب الجد الجد بالمي بالسمك نشتغل، يعني مو اليوم والبارحه، وهذا كاريب الكيلو ماله ب 7000 نبيعه، وعندنا حقول نشتغل بيها ونجيب من الحقول للسوق، يعني لا اليوم ولا البارحه بهاي السمكه. اسعار بسبعه كنا نبيعها بخمسه، صعدوا علينا هسه جملته قمنا ناخذها 7.25. والله والله العظيم، يعني هم اهل الحقول هم هلا هلا بينا شوية، هم العالم تري ما عدها، كلها ما عدها، والله كل العالم ما عدها. أكو كاريبي وأكو سمتي وأكو قطان وأكو شبوط، كل شكو بني سمتي.
طبعا يعتبر سوق الرمادي من اكبر الاسواق تقريبا بالعراق، ويحتوي على كافه الاحتياجات المواطن، وتقريبا يزورونه من جميع الاقضيه، وحتى يعني يعتبر مرات يزورونه من جميع المحافظات باعتبار جميع الاطباء متوفرين هنا. وكذلك يعتبر سوق الرمادي من اقدم الاسواق، تتوفر فيه كافه احتياجات المواطن. والله هاي بديناها من صار لنا تقريبا يعني فتحتها بال 25 24 سنة، بديت تدريجيا بديت مو راسا حبيتها فبديت بها. فذاك الوقت كان شوية شغل أحسن، عمل مع العلم كانت بضاعة ماكو قليلة، ما تطب العراق قليلة بزمن صدام ذاك الوقت، بس الشغل كان أحسن أحسن، عمل طلع المصرف طلع الهاي الأمور. هسه أنا البضاعة أشكال دعمل ندوخ أشكال، بس شنو شغل تعبان.
انتم الان بسوق الرمادي الكبير، المركز الرئيسي يعتبر كسوق اكبر سوق محافظه الانبار، مركز قضاء الرمادي، مركز محافظه الانبار. هنا هذا سوقنا الحمد لله والشكر، احنا هنا متواجدين يعني متوارثين المحلات والتجاره من الوالد يعني ابا عن جد. نشتغل بمجال الالعاب، لعب الاطفال، تجهيزات حديث الولاده، احنا هذا اختصاصنا، ملابس اطفال، لعب اطفال. الحمد لله والشكر يعني احنا هنا هذا اختصاصنا، هذا مجالنا، مثل ما صورتوا وشفتوا تتعنانا الناس من بقيه الاقضيه، يعني محافظه الانبار كبيره، يجونا من القائم، من هيت، من المناطق الغربيه، من مركز الرمادي نفسه، نوفر احتياجات الزبون بانسب الاسعار، نستورد فضل من رب العالمين، والحمد لله ماشي الامور. شرفتونا وشرفت رمادي، يا هلا ومية هلا. نحكي لكم شوي عن مهنة الرياضة والتجهيزات الرياضية. صار لنا تقريبا فد 20 سنة نشتغل بيها، كنا قبل خياطة وحولنا إلى جاهز بعد عن تعب شغل الخياطة، فقمنا نجيب مستورد ومحلي. وتعرفون أنتوا الرياضة عندنا نشطة حقيقة بالأنبار بشكل عام، والعراق بالعراق ايضا بشكل عام، لكن الاستيراد بدا على بغداد، اكثر شغل على بغداد واربيل بصراحه. طبعا كنا قبل احنا نطلع ونجيب، لكن هسه بالوقت الحالي شويه صارت بغداد ما تقدر تستغني عنها بالسوق، او البضائع تعرف متنوعه اكثر، الكميه اقل، دائما الزبون يحب التنويع، ما يحب الكميات يعني، فكل فتره لازم ينزل موديل تجيب له وتنوع له بالتصاميم، بالفكرة، بالنوعية. سوق رمادي طبعاً بيه حركة، ما شاء الله عليه، حركة ونشاط وحيوية، وبالذات إذا تجي نحن عندنا فترة العصر بحقيقة نشط كلش، نشط كلش السوق. لكن هسه أنت جيت يمكن الصبح، نتمنى تجون بغير وقت وتشوفون الوضع، حقيقة حركة كلش قوية.
يعني عمامي وابويا يعني المحلات القديمه يعني شلون احنا نقول مثلا يعني تراث. فعمامي ويعني وياي فانا يعني صرت وياهم وتعلمت هاي الصنعه وتعلمت هواي شغلات من هاي يعني التحفيات والهذا وهاي الصنم ما صنم هاي كلها تبحث يعني على شغلات يعني تراث هاي يصير اي والعفو الغراض هاي احنا نستوردها من عاصمه بغداد لان عاصمه بغداد جميله غراضها جميله شغلات حلوه تراث السوق عانة راوة الغربية عامة يعني هي من بغداد يجون من العفو من البصرة اي من يعني كربلاء ناصرية يعني هنا يجون هنا علي عالم يعني الزوار هنا كلهم هنا يجون علي ياخذون من عندهم العراس ما عراس نبات تصير شغلات يعني مثلا الولد يزوج من الناكب بنت الزوج هنا ياخذون نيشان كله يعني يجون عامة هنا يجون يعني